خير مدام شوليا. أنا قلت لك دير بالك، ما هيك كاظم؟ بيران بيعرف بكل شيء. شو؟ شو بيعرف؟ بيعرف كل شيء صار مع هاندا. لا مستحيل. لا مستحيل ولا شيء. عم اقول لك بيعرف بكل شيء. هاد الزلمة شرطي وعنده عيون بكل مكان، أكيد عرف بشي طريقة. حتى هو أخذني لعند قبر بنتي. بيران؟ كاظم اصحك تفكر تلعب معي، عم تفهم؟ مدام شوليا صدقيني ما بعرف شيء. لك أنا كنت واقفة فوق قبر بنتي. مستحيل. يعني بايرام ما بيعرف المكان اللي أنا دفنت فيه هاندا؟ بلا بيعرف. ليش ما عم تفهم علي؟ عم قلك إنه بيعرف بكل شيء. يا رب دخيلك، لك الزلمة أخذني لمكان ما اندفنت فيه بنتي وأنا كنت هنيك واقفة فوق قبر بنتي. مدام شوليا صدقيني كنت هنيك لحالي، ما كان معي حدا بنوب. بس أنا وثقت فيك، كيف قدرت ما تنتبه كتير منيح كاظم؟ ليك الموقع صح ما؟ المكان اللي موجودة فيه بنتي هنيك ما؟ ايه. يا رب دخيل، يعني ما كان عم يكذب مزبوط. طيب هلأ شو عم تفكري تعملي؟ يعني إذا بدك فينا نتخلص من بايرا. ماني بحاجة لنصايحك، عم تفهم؟ بكفي تعمل شغلك صح مثل ما لازم. أنا رح فكر بشي حل. سر كرمة لازم يعرف شي عن القصة، والباقي أنا بحله. صار كان بك مثل كل مرة، تصرف طبيعي ولا تحسسوا بأي شيء، مفهوم؟ صار كان بك. أنت وين كاظم؟ ارجع على الشركة فوراً. يلا معلم الشغل. ليك لا تحط حجج كاظم، كل شيء طلبته جاهز. ليك نادر قرب يطلع من السجن. حاضر، لا تاكل هم. تأكد مرة تانية ما بدي مجال للغلط، ماشي؟ حاضر معلم. يعني ما عم بفهم عليك، كيف هذا اللي اسمه نادر بيطلع من السجن؟ يا ربي دخيلك. نادر أنا قلت لك تقبل بهي التهمة، هلأ شلون بدي وقفه لساركان؟ طيب ماشي، انطور مني خبر. أهل السيد نادر حيطلع من السجن. منيح، ممتاز. لنشوف إذا رح يحب الحفلة اللي حضرت له ياها. حميد وينك؟ شو ما رح تجي لهون؟ نادر بيك شوفيرك موجود على الباب، أنا بدي روح على الشركة في قصة لازم حلها هنيك. ماشي طيب. سيد نادر تفضل على السيارة. شكرا. معلم مثل ما طلبت، رجالنا رح ياخدوه من قدام السجن ويتركوه مطرح ما قلت لنا. هالزلمة رح يدفع ثمن يلي عمله. لا تخبر امي بأي شيء ماشي؟ حاضر. بتعرف اني ما رح تتراجع ورح اجرب اي طريقة، بس انت لا تحكي شيء. اكيد. صار كان بيك اسمح لي أنا أعمل هالشي، خليك بعيد وترك الموضوع علي. عقابي ما رح يخلص أبداً كاظم. برأيي لا تعمل هيك بحالك، أنت بتعرف اللي صار كان حادث، اسمح لي أنا حل القصة. بالنهاية هالشي حملة تقيل على قلبك وضميرك، ومشان هيك أنا لازم أعمل هالشي. أنا بدي عاقب هداك الحقير بإيدي، عم تفهم؟ لا ومو بس هيك، أنا رح دفعه ثمن كل شي أخده من أختي. اي مدام شوليا. كاظم نادر طلع، خلي عينك على ساركان، لا تخليه يعمل اي شيء مجنون، ماشي؟ هو جنبك؟ لا بس لا تخافي، هو ما بيعرف بطلعة السيد نادر. ماشي. اوف. نادر الوسخ، يا ريتني متت وما تعرفت عليك، ريتك تعفنت بالسجن. Thank you.
يا ربي دخيلك نادر وكاظم موبايلاتهم مسكرة. ساركان اصحك تعمل اي شيء. ولك انتو شو بدكم مني؟ اتركوني لو هذا اخذيني. انتو بتعرفوا مين بكون انا؟ لك ايدكن عني هيك اتركوني. اتركوني هيك ساركان. ساركان هذا انت. لك هذا انت يا ابني ساركان. شو عم تعملوا انتو؟ لك اتركوني. وقت اللي بتشوف هذا الفيديو انا رح كون اختفيت من زمان كتير. جينجو لا تتصل فيه، لا تحاول تدور علي حتى. هاندا؟ هاندا؟ إن شاء الله رد على الموبايل. أوف ساركان إن شاء الله لا تعمل أي شيء. بترجاك ابني لو سمحت اهدى ولا تعمل شيء. وقت اللي بتشوف هذا الفيديو أنا رح كون اختفيت من زمان. بكفي بكفي إن شاء الله خلاص. كم مرة بدك تسمعني هذا الحكي؟ حتى لا تحاول تدور علي. ساركان أنا بعرف كل شيء، بس ما رح أعيد لك، يعني مو فورا. ساركان مشان الله لا تعمل هيك. أنا والله العظيم ما عملت شيء صدقني. مثل ما عذبت هاندا وقتلتها ببطء، أنا كمان رح أعمل نفس الشيء معك. كل يوم بدي أكسر لك عظمة واحدة، رح خليك تضل عم تعاني. ساركان لا. ساركان بشار الله يا ابني بترجاك خليني روح على المستشفى. ساعدني يا ابني الله يخليك بترجاك. ساعدك؟ بشار الله ساعدني. كيف ودع؟ شو بدك يعني ودع هلا؟ ايدك اليسار. رح اجي لهون بكرة واكسر لك ايدك اليسار مرة، ويلي بعده رجلك اليمين، وبعدين اليسار. رح تترجاني مشان اهد لك، بس ما رح اهد لك وما رح ريحك. ليش هيك؟ شو كاظم في شي مشكلة؟ عم يصرخ كتير، ما رح يخلينا نرتاح. سكر له تمه وكمل كاظم. مثل ما بتأمر. كاظم. نعم. فكوني. أنا لحد هلا ما سألتك عن هذا الشيء. قصدي اللي وين قبر هاندا؟ أصحك ساركان بيك، حكينا من قبل، الأحسن ما تعرف وينه. يمكن معك حق، يمكن ما إلي حق أعرف وين القبر. لك خلاص فكوني. ماشي كمل شغلك. بترجاكي سامحيني يا أختي، بوعدك ادفن هداك الحقير بإيدي تحت التراب وهو عايش. آخ
مشان الله اتركوني بعد فيني اتحمل. كاظم مشان الله انا بترجاك اتركني روح. كاظم ليك مستعد اعطيك اللي بدك يا بس اتركني اطلع من هون. خد مصاري قد ما بدك وعقارات واي شيء بس مشان الله خليني اطلع من هون يا كاظم. مشان الله بصير معك مصاري ما بتاكل النيران بتعمل فيها اللي بدك يا وبتشتري اي شيء بتحلم فيه بس اتركني راح ترتاح وتبطل شغل عند حدا بس ساعدني يا كاظم. لا تقرب لا تقرب بعد عني بعد لا تقرب علي بعيد. ابني نشغل بالي كتير عليك. شو عملت؟ ما عملت شي لنادر مو هيك؟ انت لهالدرجة بتحبي لزوجك؟ لا ابدا مو هيك القصة بس انا خايفة اني اخسرك. ما قتلته ما قتلته وما رح اقتله. بس لا تاكلي هم انا ما رح خليه يرتاح. اللي شو عملت له ساركان؟ لو سمحت اللي شو عملت؟ ليك اترك لي هالقصة انا بحلها من شان الله ما بدي اياك تدمر حياتك من شان واحد وسخ. أنت لا تتدخلي بهي القصة أمي ولا تحاولي تدوري على نادر. الحقير رح يدفع ثمن يلي عمله. أنت لا تتدخلي بشي عم تفهمي. خليكي هون بالبيت. مو أنت كان بدك هذا الشي؟ خدي هديك البنت والعبي دور الأم بس لا تتدخلي بأي شي. بنتي شو حلوين هالوردات اللي معك؟ ورجيني. من جينجو ما؟ واضح انك قضيتي ليلة حلوة كتير. بنبسط وقت اللي بشوفك هيك. اكيد عندك شغلات كتير تخبريني اياها. الحقيقة ما في كتير شغلات احكيها. كنت عم قول لحالي لو تعملي لنا قهوة ونقعد نحكي مع بعض مثل أم وبنتها. شو رأيك؟ قهوة؟ أنا؟ الله يسامحك يعني بنتي الحلوة ما بتقدر تعمل لأمها فنجان قهوة بوش من تحت إيدها؟ لا بعملها أكيد بعملها. حبيبتي هاتي هدول الوردات خلينا نحطهم بالمي ولبين ما الاقي مزهرية يحطهم فيها انتي روحي ساوي القهوة. وين القهوة؟ بالدرج اللي على اليمين بنتي. هون؟ طبعا شكل الحب مأثر عليك يا حبيبتي لهيك شاردة ما هيك؟ لا مو هيك القصة. حبيبتي ما في شي بيخجل بالموضوع يعني الحب شي طبيعي وحلو كتير. انت ليش خجلانة؟ ايه حكيلي كيف كان الوضع؟ منيح منيح. أصلاً هالشي واضح من وشك بس مع هيك رح أسأل كيفك أنتي وجينجو؟ كيف الوضع بيناتكم؟ طبيعي. مين أنتي؟ أكيد الشيطان كان بدك تقتلي أمي وهلأ واقفة قدامي وعم تضحكي بوشي. شلون قدرتي تكوني سيئة لهالدرجة؟ مو سهلة
ما فهمت عليك. إنك تعمل القهوة بوش شغلة معنا سهلة. يعني شو عملتي؟ حبيبتي طمنيني أنت منيحة؟ يا روحي هذا كله بسببي. يا ربي كل الحق علي أنا. أنا خليتك تساوي قهوة بنص الليل. استني استني، انحرقت شيء؟ يا ربي دخيلك، شو عملتي بنتي؟ ورجيني، احترقت أصبعتك؟ ما يا الله ما في أي شيء، ما في شيء أساساً. إيدي ما عم توجعني، رح أطلع على غرفتي وحط لها كريم. يا ربي دخيلك كل الحق علي، أنا اللي طلبت القهوة منك. هلأ رح نظف المكان هون. بنتي شو بدك تنظفي؟ خلص اطلعي حطي له كريم، أنا بنظف المكان هون. تمام. أمي حتى أنتي مجايكي نو؟ لا حبيبتي بس راسي واجعني. لكن رح أعمل فنجان قهوة إلي وإلك منشان يرتاح راسك شوي. معقول تساوي قهوة بنص الليل؟ ما عاد نقدر ننام. أساساً أنا مو حابة نام. مو عكيفك أمي، رح ساوي قهوة مشان نسهر سوا. إيه ماشي، عندك كورد أغلو مثل ما بدك. هديك المرة خيال ما رضيت تشرب معي فنجان قهوة بنوب، بس أنتي ممنوع تعترضي، عم تفهمي علي؟ يعني أكيد أنتي بتعرفي إنه لما تسهر البنت وأمها ويشربوا قهوة سوا بيكون في شي بدها تقوله البنت لأمها، مثل قصة هاي الوردة. ما في لا قصة ولا شي بنوب، بس أنا حبيتها. أكيد. خليني اتطلع بعيونك. عيونك عم بيقولوا شي تاني. جينجو اللي عطاكي هالوردة صح؟ لا، ليش شو له علاقة جينجو بالقصة؟ ايه يمكن هو ما له علاقة. هاندا انتي نسيانة انه اليوم كان عيد ميلاد جينجو؟ ايه صح، بس شو دخل هالقصة؟ شو دخل هالقصة؟ طيب وهلأ شو القصة بما انه القهوة جهزت؟ اوه القهوة صارت جاهزة، أنا متأكدة إنه رح تعجبك هالمرة كتير. أوه انتبهي كتير سخنة. يسلم إيديك. إيه يلا قولي شو صاير. يعني ما عندي شي أقوله، أنت ليش مو مصدقة؟ خلص بقى بنتي، ليش خجلانة؟ احكي لي. أنا بعرف إنه جينجو معجب فيكي وكتير. أمي والله ما في شي من هالحكي، كل البنات بيحكوا لأمهاتهم وأنا وياكي رفقات، والله عيب عليك إنه ما تحكي لي شي. بعرف بس يلا أحكي، ما في شي بينخجل منه. أنا متأكدة إنه أنت بتحبي لجينجو كتير. إيه بحبه. ويا ترى هو بحبك كمان؟ هو قال إيه. وأخيراً بنتي الصغيرة كبرت وصارت أميرة، وهلأ عم بتعيش علاقة حب كمان. ماني مصدقة، ما في أحلى من الحب صح؟ أنا كتير نعسانة بدي روح نام. لا لوين رايحة؟ ليش عم تتهربي مني؟ هلأ أنت خليتيني أشرب القهوة، يعني ما عاد يجيني نوم أبداً، وبدك تتركيني وتروحي تنامي؟ خلينا نحكي. ماما فينا نحكي بموضوع تاني؟ لا ما بدي. أنت ليش خجلانة بالحب؟ ما بينخجل منه حبيبتي. طيب إذا أنت ما حكيتي لي أنا رايحة، احكي مع جينجو أحسن. لا أمي ما بتعملي. أمي الله يخليكي لا تعملي هيك. لا تخافي، خلص ما رح أعمل أي شيء، بس كنت بدي أعرف إذا الشاب جدي ولا عم يتسلى. هو جدي كتير وعم يخطط نتزوج بس نكبر. شو؟ لا طلعت القصة جد من زمان، وحتى أنت جدية كتير. ماما لا تضحكي والله بزعل. خلص خلص ما رح أضحك. يا ربي معناتها خبريني، أكيد في كتير قصص. أوه شو قصدك؟ على ما يبدو الأمر جدي، لازم نجهز لك مهرك حبيبتي ونظبط كل شي كمان، وهدية العريس، يعني لسه في عنا كتير شغل. أمي خلص لساتك عم تضحكي؟ خلص أنا رايحة نام. تمام اصبحي على خير. ماشي ماشي نامي، وأنا كمان عندي فئة بكتير. ليش مو بكرة الأحد؟ لا ما تقولي هيك، بدي بلش من بكرة نقي فستان العرس. أمي بكفي.
حبيبة قلبي.